بس شوي. كتير منيح. جروحك عم يطيبوا. الحمد لله. ما هيك ما كان لازم تطلع من المشفى. ضروري تجي بهالفترة على المشفى لنعمل لك صورة تانية لكل جسمك. يعني شو بدك تساوي؟ مجبور تجي هالمرة. ماشي. إذا مشان الصورة بجي، بس المهم ما أقعد بالمشفى وقت كتير. ماشي، بكرة فيك تجي؟ إن شاء الله. ممتاز. يسلم سليمان. تعرف بيتك حلو كتير، حلو وكبير، بس أكيد العيشة فيه مملة. أنا مالل من كل شيء، أكثر ما بتتخيلي يا دكتورة. عن جد؟ إيه؟ ما بعرف إذا في مجال أسألك سؤال شاغل بالي كتير. طبعاً، شو؟ جيتك على بيتي ومعاينتك لإلي كتير خلوني أستغرب. يعني إذا المشفى بتقدم هالخدمة لكل مريض، رح أعترف لك إنه أنا كتير مصدوم بالرقي والحضارة اللي وصلنا لها بهالبلد.